الرئيس السيسي يوجه بالاستكمال السريع لتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بقطاع التعليم ضد كورونا. آلاف التونسيين يتظاهرون دعما لقرارات الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بحل البرلمان. على خلفية تصريحات وصفت بغير المسؤولة للرئيس ماكرون، الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها. نشرة الأخبار على شاشة النيل، إليكم التحية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها لها مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي. وخلال اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس السيسي بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير جان ليون ناغاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد تشيباسو موفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وذلك استنادا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. وقد طلب السيد الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، مشيداً سيادته بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، ومؤكداً استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاطلاع بالمسؤولية الهامة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية. وقد شهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية، والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية. وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعات الوطنية. وقد عرض السيد وزير التعليم العالي دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى، وكذلك عدد من الشركات والمصانع. وقد تم في هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون القائم في هذا الإطار مع وزارة البترول، حيث استعرض السيد وزير البترول ما تم في هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية،
وتدريب الكوادر في مختلف الأنشطة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، مثل التعاون مع حقل ظهر والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابضة للكيماويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول. كما تم عرض الجهود المشتركة لكل من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض التنمية المستدامة ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي، مثل رصد التلوث البترولي ودراسة المياه الجوفية، فضلاً عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. الاجتماع تناول عرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية، خاصة ما يتعلق بسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة للرعاية المركزة والتي تستخدم في نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة لتلقي العلاج، وكذلك السيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية السيد الرئيس، لا سيما حياة كريمة والقوافل الطبية ومئة مليون صحة، فضلاً عن السيارات المجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية لتقديم هذه الخدمة بصورة عاجلة في أماكن فحص ورعاية المرضى، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، وذلك تمهيداً لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقاً لاحتياجاتها. وقد وجه السيد الرئيس بتجهيز تلك المعدات على أعلى مستوى فني وطبي في مختلف التخصصات، خاصة حالات صحة المرأة، بحيث توفر أكبر قدر ممكن من الخدمات لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق المشمولة بالمبادرات الصحية الرئاسية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بأن يتضمن الاتفاق بشأن السيارات الطبية مع الجانب الألماني تدريب الكوادر الطبية والتمريض والمسعفين، وكذا إنشاء مراكز للتصنيع وتوفير قطع الغيار بالمواصفات العالمية في مصر، بحيث تكون تلك المراكز مرجعية لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك متابعة خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد فيروس كورونا، والتي حققت حتى الآن نسباً إيجابية بعد قيام وزارة الصحة والسكان بتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات للمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلاً عما تقرر بحصول الطلاب الجامعيين على اللقاحات بصورة مباشرة من جميع مراكز التطعيم بالمحافظات دون شرط التسجيل المسبق، مع إمدادهم بالشهادات اللازمة لإثبات التطعيم. وقد وجه السيد الرئيس بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا، مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم. أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي نتيجة تشكيل اللجان النوعية للبرلمان البالغ عددها 25 لجنة برلمانية. من جهة أخرى ترأس المجلس ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة. ببداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، انتهى مجلس النواب من إعلان نتيجة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس عبر ثلاث جلسات عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استهل رئيس المجلس الجلسة الأولى إعلان قوائم والتشكيل ل 25 لجنة. كما أشار جبالي خلال الجلسة ذاتها عن فتح باب تلقي الاعتراضات والاقتراحات على تشكيل قوائم اللجان الفرعية. رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الثانية أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية بالبرلمان،
كما أعلن جبالي أمام الجلسة العامة قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية من الرئيس والوكلاء وأمناء السرة على أن يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سناً ويعاونه الأصغر سناً. كما طالب جبالي أعضاء المجلس بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة 50+1، وعلى أن يكون التمثيل لفئات المجلس متواجد قدر الإمكان من الشباب والمرأة والمعارضة. خلال الجلسات أيضا أحل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، وتضمنت مشروعات القوانين مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين وتم إحالته إلى اللجان المختصة، كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وتم إحالتهم إلى اللجان المختصة. رمضان المطعني، النيل. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر. بعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وأكد وزير الدفاع في البرقية أن نصر أكتوبر المجيد سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة التي قدمت تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في السيادة المصرية على أراضيها، ولا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة. كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي الذي استشهد أمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذه إحدى المهام. أسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية. وأكدت القوات المسلحة أن دورها في حفظ الأمن والسلام الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة متخصصين أكتوبر 2021. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة للعمل كضباط متخصصين دفعة أكتوبر 2021. صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021.
تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال عمليات رفع المخلفات المحيطة بمنطقة سور مجرى العيون التي تراكمت على مدار سنوات، حيث تم رفع ما يقرب من 700 ألف متر مكعب من المخلفات من قبل هيئة نظافة وتجميل القاهرة خلال 15 يوما الماضية. بعد إهمال دام أكثر من 30 عاما لمنطقة سور مجرى العيون، انتهت محافظة القاهرة من عملية رفع وإزالة مخلفات وتجريد الأتربة بجانب السور. المنطقة تعرضت لإهمال شديد على مدى السنين الماضية، فمن هنا كان طبعا تدخل مننا كمحافظة عشان يعني نعيد لهذا السور طبعا مكانته الحضرية، وخاصة أن هذه المنطقة بتشهد مناطق تطوير. خلف هذا السور في تطوير منطقة سور مجرى العيون ومنطقة طبعا يعني بحيرة عين السيرة اللي تم تطويرها ومتحف الحضارات والمشروع القادم الكبير مشروع تلال الفسطاط. تم رفع ما يقارب من 450 ألف متر مكعب من المخلفات المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخي. أهم من أن احنا رفعنا تراكمات أن احنا وضعنا الخطة أنها ما ترجعش تاني في منطقة الجيارة. احنا حاطينا كان وزارة التنمية امدتنا بهوكليفتات اللي هي مناولات متحركة، ثبتنا اتنين منهم في اليمين واتنين في الشمال بحيث ان الاهالي تبتدي تستعملهم ويتم رفعهم باستمرار، فبالتالي ان شاء الله التراكمات مش هترجع تاني. قامت هيئة النظافة والتجميل بهذه الحملة باستخدام احدث معدات وسيارات الهيئة، والتي تضم 24 سيارة قلاب كبيرة وعشرة لوادر وحفارين وسيارتين كنس آلي وسيارة مياه لمنع تلوث الهواء من الأتربة الناتجة عن رفع المخلفات. تسعى الحكومة لتطوير المناطق الأثرية في محافظة القاهرة وخاصة منطقة سور مجرى العيون، والتي شهدت عمليات إزالة للمخلفات امتدت على مدار الأيام الماضية لتبدأ المرحلة الجديدة في منطقة السيدة زينب. منذر أبو دوح، النيل. أكدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد الاتفاق مع شركة مرسيدس بنز على توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة 3 مليارات جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة. جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة إلى ألمانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة. وتفقدت زايد تجهيزات أسطول سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بشركة فاس الألمانية، ووجهت بإدخال نمط سيارة متنقلة تضم عيادتين للتوسع في الخدمات المتنقلة. كما أكدت خلال تفقدها المصنع الرئيسي لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقر شركة سيمنز العالمية بمدينة ميونخ الألمانية أهمية دعم القطاع الصحي بأحدث التقنيات في الأجهزة والتكنولوجيا الطبية بما يساهم في كانت خدمات الرعاية الصحية. وصلت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1863 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن ومصرع 7 عناصر إجرامية، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، مخدرات، سلاح. وضبط معهم 1156 قطعة سلاح ناري، من بينها 171 بندقية آلية، 256 بندقية خرطوش، 47 مسدسا، 678 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي
الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 287 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 5045 قطعة سلاح ناري بحوزة 4266 متهما، أبرزها 826 بندقية و424 بندقية آلية و253 مسدسا و3537 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و525 خزينة، إضافة ل 7108 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 61 تشكيلا عصابيا ضموا 223 متهما، قاموا بارتكاب 362 حادث سرقة متنوع. كما تم ضبط 815 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 313 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 522 متهما. كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,383,635 حكما قضائيا، من بينهم 9,856 حكم جناية، منها 13 حكما بالإعدام و482 حكما بالسجن المؤبد و727,289 حكما جزئيا و135,414 حكما مستأنفا و1,173,835 حكم غرامة و337,241 حكم مخالفة. نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ملتقى شباب الإعلام العربي، والذي ينعقد خلال الفترة من 3 حتى 5 من أكتوبر الجاري، بهدف توعية الشباب بقضايا الإعلام العربي وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل. 14 جامعة مصرية وعربية يشاركون في ملتقى شباب الإعلام العربي تحت شعار رواد المستقبل، والذي تنظمه كلية الإعلام بجامعة القاهرة في الفترة من 3 وحتى 5 من أكتوبر الجاري. ملتقى فرصة للشباب ان احنا نطرح جميع القضايا المجتمعية، وده في المحور الأول، بننمي فيه وعي الشباب، بنناقش معاهم أفكارهم، بنناقش معاهم التطورات اللي بتحدث في مجال الإعلام، التطورات إزاي يكون مسؤول، إزاي يتحمل مسؤولية الاجتماعية، إزاي هو هيكون خريج ليه دور في المجتمع. واحنا عايزين هنا بنركز بقى على دوره الإيجابي، توعية الكوادر الإعلامية أو شباب الخريجين الذين هم على وشك التخرج بمتغيرات العملية الإعلامية برمتها، وهو ما يسهم في 1 التوعية العامة للطلاب بطبيعة التطورات، خلق أو تهيئة الشباب الذين هم على وشك التخرج بطبيعة التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصال وبيئة الإعلام الرقمي الجديدة، بالإضافة إلى المنافسة بين كليات ومعاهد وأقسام الإعلام على المستوى العربي. ويتضمن الملتقى عددا من الورش المتنوعة التي يقدمها نخبة من الإعلاميين الشباب، بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية حول فرص الاستثمار في مهارات طلاب وخريجي الإعلام.
عدد التلفزيونات محدود، عدد الراديوهات محدود، لكن في النهاية عدد الخريجين بيتزايد كل سنة لأن كليات الإعلام بقت كتيرة جدا، وبالتالي هم لازم يعرفوا إزاي يعتمدوا على نفسهم فيما نسميه بوان مان شو أو وان مان كرو، إزاي يعرف يصور، إزاي يعرف ينور، إزاي يعرف يمنتج. ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للشباب للالتقاء بالخبرات المتميزة في كافة المجالات، خاصة وأن صناعة الإعلام ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا المجتمعية. طلعت النهاردة من الملتقى بأن الواسطة مش هي المتحكمة في المجال الإعلامي، وأن أنا لو عندي إمكانيات وعندي مهارات كويسة أنا ممكن أقف قدام الكاميرا وممكن يبقى لي فرصة كبيرة جدا، وده اللي أنا مؤمن بيه ومصدق بيه. وتركزت محاور النقاش خلال الملتقى حول كيفية تأهيل الشباب إلى سوق العمل وتوعية الشباب بقضايا الإعلام العربي. أشرف مبارك، النيل. تظاهر آلاف التونسيين في شوارع العاصمة تأييدا لقرارات رئيس قيس سعيد الخاصة بتعليق عمل البرلمان وتغيير النظام السياسي السابق. تأييدا لقرارات الرئيس قيس سعيد الخاصة بتعليق عمل البرلمان وتغيير النظام السياسي السابق، تظاهر آلاف التونسيين في شوارع العاصمة. المتظاهرون لوحوا بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بحزب النهضة أكبر أحزاب البرلمان والذي كان المعارض الرئيسي لسعيد. سياسة العار لا بد من محاسبتها، والمحاسبة هذه طلب شعبي، واللي خرجته ما خرج بإذن حد، لأنه الشعب بيده حس بالخطر وخرج باش يحرر روحه من هذه الثلة، هذه الشرمذة. جاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء فيروس كورونا وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع. ويرى أنصار الرئيس على نطاق واسع أن تدخله كان ضروريا لتصحيح المسار بعد انحراف التجربة الديمقراطية بفعل أصحاب المصالح. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن ما اتخذه سعيد من خطوات تحظى بتأييد واسع النطاق، فقد بدأ تأخره في إعلان إطار زمني للخروج من الأزمة في تدعيم المعارضة المناوئة له. أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بدء خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب من البلاد، ووصفتها بأنها بداية بسيطة جدا. قالت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي أن بلادها تسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة من ليبيا. أعلنت فرنسا أن الجزائر منعت الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجوائها. كانت الجزائر قد استدعت سفيرها في باريس للتشاور وأكدت رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية تصريحات وصفتها بغير المسؤولة نسبتها مصادر عدة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتم نفيها. قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان بعد ذلك إن التصريحات تمس الشهداء الجزائريين الذين نضلوا من أجل الاستقلال عن فرنسا. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله من الرئيس السوري بشار الأسد لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما. يعد هذا الاتصال الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع في سوريا. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة للعراقيين لرسم مستقبلهم بأنفسهم. تصريحات صالح جاءت والتي تحدث فيها في عرض نهائي لمحاكاة التصويت نظمته المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات بهدف شرح عملية التصويت. يوم الأحد القادم فرصة المواطن، فرصة العراقيين لرسم مستقبلهم. فالمشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات ستكون الرسالة المطلوبة لصد المتلاعبين والمتربصين بهذا الوطن، وهو اليوم الذي يتمكن فيه العراقيون من استعادة المبادرة والانطلاق نحو ما يتطلعون إليه، دولة مقتدرة ذات سيادة خادمة وحامية لمواطنيها.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خطورة ممارسات ميليشيا الحوثي في اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين مستمرون في الانتهاكات رغم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن. عرب بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلق حيال التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي. من جانبها أكد بوريل أن الاتحاد يمارس جميع الضغوط الدبلوماسية والسياسية من أجل وقف إطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية، كما عرب عن أمله في استئناف المحادثات النووية مع إيران قريبا. أعلن التحالف العربي اليوم اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. كان التحالف العربي قد أعلن أمس اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة. في غضون ذلك حررت قوات الجيش اليمني مناطق واسعة شرق المدينة، مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنته وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي. بانوراما الثامنة متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها بعض أخبارنا الاقتصادية. الإعصار شاهين يقتل 3 أشخاص في سلطنة عمان، والإمارات تعلن جاهزيتها للتعامل معه. نتحول الآن للزميل محمد سليمان وقراءة أهم وآخر أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، إليك محمد. شكرا لك كريم، مرحبا بكم. أخبار اقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعون فيها. المركز الإحصاء يعلن تنفيذ أكثر من 194 ألف وحدة سكنية باستثمارات 79 مليار جنيه خلال عام. أهلا بكم. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ أكثر من 194 ألف وحدة خلال العام المالي الماضي باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه، وذلك في مقابل 281.3 ألف وحدة في العام السابق عليه باستثمارات تصل إلى 94.6 مليار جنيه. وقال الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للإسكان إنه طبقا لنوعية البناء فقد جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى بأكثر من 109 ألاف وحدة سكنية بنسبة 56.2%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 33.1%. أظهرت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 7 سنوات الماضية بما يزيد عن 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر. ورصد المركز الإعلامي جهود الدولة المصرية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى نجاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 7 سنوات السابقة في ضخ تمويلات بلغت حوالي 36 مليار جنيه. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة نفذت وتنفذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء، ونشر المركز رسما توضيحيا يسلط الضوء على جهود الجمهورية الجديدة من أجل تنمية سيناء ومدن القناة، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. وأشار التقرير إلى أن الإنجاز العظيم الذي تشهده سيناء على مدار 7 سنوات الماضية كان نتيجة لتوافر إرادة سياسية حقيقية. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. المنظومة لا تقتصر فقط على الخدمات المقدمة من وزارة التضامن، بل امتدت لتشمل خدمات مقدمة من عدة وزارات وهيئات للتسهيل على الأشخاص ذوي الهمم. نحو 10 ملايين مواطن من ذوي الهمم تسعى الدولة لدعم حقهم في حصولهم على متطلباتهم، لذا أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم. بنميكن البطاقات
سواء التقييم الطبي أو التقييم الوظيفي، وأيضا الربط الشبكي بين الأطراف. إحنا دلوقتي مربوطين مع الصحة ومع التعليم العالي ومع كل الجهات. التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وشبكة وشركة تكنولوجيا المعلومات لإصدار بطاقات مؤمنة حتى لا يتم تزوير هذه البطاقات. المنظومة الإلكترونية لا تقتصر فقط على الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بل امتدت لتشمل عدد من الجهات كوزارة الصحة وغيرها من الجهات المشاركة. احنا توسعنا في المستشفيات والأماكن اللي ممكن تجري الفحوصات الطبية، فشملت كمان بالإضافة لمستشفيات وزارة الصحة مستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة. نسهل على أهلنا التسجيل فورا وأخذ الميعاد والتوزيع بشكل أقرب مكان لي، وتحميل على البرنامج كل الفحوصات للتصديق على الإعاقة أو للكشف الطبي اللي تم من خلال المستشفيات المتعددة. الكلام ده طبعا بيسهل على عدد أكبر أن يتلقى خدماته اللي ذكرها القانون. هذه واحد. اثنين، من وجهة نظري هي حاجة مهمة جدا أن بدل التسجيل الورقي بقى عندنا التسجيل الإلكتروني، وده بيضمن حوكمة الشغل، وتاني حاجة بيضمن تكامل الخدمة وسرعة يعني استعمالها، وتالت حاجة بيبني قاعدة بيانات الدولة محتاجاها. بمبادرات كهذه تسعى الدولة المصرية لترسيخ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الهمم، وبناء قاعدة بيانات كبيرة تشملهم جميعا. عمر حمزة، النيل. أصدر صندوق تنمية الصادرات 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت نحو 874.8 مليون جنيه، حيث وصل عدد الشركات المتقدمة إلى 1664 شركة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيلي جامع إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، مشيرة إلى أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة. أكد نائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو العيش أن المنظومة الجمركية تشهد طفرة غير مسبوقة تعتمد على التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية. وأشار نائب الوزير إلى أن التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشاحنات بالموانئ المصرية من شأنه تقليل زمن الإفراج الجمركي والتيسير على رجال الأعمال. الفائدة بتاعة الACID، احنا عندنا دلوقتي معلومات كاملة عن المستورد والمصدر الأجنبي للسلع دي ببيانات كاملة لا ورقية موجودة على المنظومة، وبالتالي كل الجهات بما فيها مصلحة الجمارك وجهات الفحص والجهات المختلفة المرتبطة بالسماح بدخول السلع دي للموانئ المصرية عندها معلومات مسبقة تقدر تفعل نظم المخاطر بتاعتها، وبالتالي تقدر تحدد هو ايه اللي عايزين نفحصه بشكل كامل، هو ايه اللي احنا يعني محتاجين ان احنا او بنرى ان هو ما فيش فيه درجة مخاطر عالية، وبالتالي نقدر نخرجه من الجمارك، يعني من الجمارك مباشرة. لان هو الهدف الاساسي او من ضمن الاهداف الاساسية للمنظومة غير ان احنا الالتزامات يعني باتفاقية تسهيل التجارة وغيرها يعني من الاتفاقيات، لا احنا عندنا هدف اساسي اللي هو مرتبط دايما بتقليل ازمنة الافراج، وفي نفس الوقت اللي هي بتنعكس بالتالي على تقرير التكلفة بتاعة الافراج على البضايع. اخيرا، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد مستهل جلسات الاسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الاجانب والعرب قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليصل إلى 696.4 مليار جنيه بعد تعاملات بقرابة 2.4 مليار جنيه. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 بنسبة 1.43%. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.64%. تات أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة كريمة الحلفاوي لاستكمال بانوراما. تابع.
شكرا لك محمد على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد. نستكمل مع حضراتكم أخبارنا السياسية. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية لتخفيف أثار الحالة المدنية لإعصار شاهين على الدولة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه سلطنة عمان مصرع 3 أشخاص جراء الإعصار شاهين الذي وصل إلى اليابسة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة بلغت سرعتها ما بين 120 إلى 150 كيلومترا في الساعة. العاصفة شاهين تحولت إلى إعصار مداري ضرب سلطنة عمان بعد أن شهدت أجزاء من بحر عمان والبحر العربي ارتفاعا كبيرا في الأمواج. السلطات العمانية حثت السكان على إخلاء المناطق الساحلية والتوجه إلى مراكز الطوارئ، كما أجلت هيئة الطيران المدني العماني الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط. وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد حذرت من احتمالية تحول العاصفة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى على طول سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة. اللجنة الوطنية العمانية أعلنت حالة الاستنفار وفعلت خطة الطوارئ ودعت إلى عمليات إجلاء من الأماكن المنخفضة خاصة ولاية مطرح والمنطقة التجارية في القرم، فضلا عن قطع حركة المرور على طريق السلطان قابوس. الأرصاد أعلنت أن التأثيرات المباشرة التي تشمل رياح قوية تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة وسيول رعدية قد تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية ستستمر على مدار يوم كامل وقد تؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية بعدد من دول الخليج. ويعد الإعصار المداري شاهين الذي يتمركز في شمال غرب بحر العرب هو سادس إعصار يضرب السواحل العمانية منذ عام 2010، كان أعنفهم إعصار جونو والذي بلغت خسائره مليارات الدولارات وتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص. ألحق حريق كبير أضرارا جسيمة بالجسر الحديدي الشهير في روما الذي يعود للقرن 19، ما أدى إلى سقوط أجزاء منه في نهر التيبر. ويطلق سكان روما على الجسر الذي يبلغ طوله 131 مترا اسم الجسر الحديدي، إذ أن بقية الجسور في المدينة مبنية بالحجر. قال مسؤولون إن الحريق لم يفضي إلى سقوط جرحى، كما أوضح رجال الإطفاء أن الحريق الذي تمكنوا من إخماده نتج عن تسريب غاز وتسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة المحيطة بالجسر لبضع ساعات. قامت السلطات بإغلاق الجسر إلى أجل غير مسمى لحين التأكد من سلامته. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد أخبار الرياضة. في محاولة لإطفاء البهجة على الأطفال في أعياد الميلاد، مسنة أسترالية تزين حديقة منزلها بتماثيل صغيرة. مع حضراتكم أخبارنا. في محاولة لرسم الابتسامة على شفاه الأطفال، حولت سيدة أسترالية مسنة حديقة منزلها الصغير لمتحف يضفي البهجة في فترة أعياد الميلاد. بيرجيت سميث صاحبة منزل اقتنته منذ 8 سنوات في ضواحي أستراليا زينت حديقة منزلها بمجموعة من التماثيل الصغيرة بلغ عددها 300 قطعة تجسم شخصية كرتونية بهدف مداعبة الأطفال المارين عبر سياج حديقتها. ختام ساعتنا الإخبارية تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالاستكمال السريع لتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بقطاع التعليم ضد كورونا. آلاف التونسيين يتظاهرون دعما لقرارات الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بحل البرلمان. على خلفية تصريحات وصفت بغير المسؤولة للرئيس ماكرون، الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها. nile.eg موقعنا الإلكتروني لمن أراد المزيد من التفاصيل. نشكر لكم المتابعة، دمتم في أمان الله.